سيدي السادتي، هذه حلقة من أسرة إذاعة طنجة لروحي الفقيد، وعزاء لأسرته الصغيرة والكبيرة، وهي بمثابة المواساة في هذا الفقدان الجلل. سمعنا الكثير من الشهادات، سواء سي سعيد بالقاضي، سي عمر متوي، سي أمين الأكرمي، سي رفيق الماعي، وذلك معنا داخل الاستوديو السي عبد الله بن عبد الصادق. الآن ناخذ ارتسام وشهادة حق من طرف واحد من أكثر الحافظين للتاريخ المبدعين المغاربة، واللي كيكد ويجتهد سواء على المستوى العملي فوق الخشبة أو على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الإنتاج. سي عبد السلام الخلوفي، نقول لك عزاءنا واحد، مرحبا بك في هذا اللقاء. عزاءنا واحد سيدي سعيد في هذا الفقيد، الرجل المتعدد المرهيب طبيعة الحال. شكرا موصول إلى طنجة على هذه الالتفاتات الجميلة والرائعة اللي عودتنا عليها دائما. طبعا ليس بغريب على إذاعة اختطت نهج التواصل الدائم مع المتلقي ونقل نبض الشارع باش تخصص هذا الحي الزمني للفقيد اللي يمكن اجمع الكل على دماسة خلقي، على طيبوبتي، على بساطتي، على رغم انه طبعا متفرد في مادته الفنية سواء فيما يتعلق بموسيقى الآلة او فيما يتعلق بمكونات الزاوية المغربية، او عارفا بالايقاعات المستعملة في الفنين والفنون الاخرى. ثم لا ننسى أن السلام العمراني بخبزة رحمه الله كان مطلعا أيضا على الرصيد المغاربي من القصائد المعروفة بالزندانية عندنا في شمال المملكة، وكان يجمعها ودائما تجد عنده الغريب ونسخا من دواوين شعراء الملحون سواء بالمغرب أو بالجزائر، ولا يبخل على كل من يطرق بابه للاستزادة من هذه الفنون والقراء عليها. ثم إنه قد ارتحى من الزمن كأستاذ بالمعهد الموسيقي لربح طويل من الزمن، خرج على يده مجموعة من الفنانين الذين يتصدرون الساحة الفنية اليوم، وشخصيا طبعا كان له الفضل في أن ألتحق بجوق المعهد الموسيقي عندما التقيت صدفة رفقة الرائع الآخر سي جمال بن علال، واقترح عليه الالتحاق بهذا الجوق الذي كان حديث تأسيس سنة 81 أو 82 على ما أعتقد. ثم إنه أيضا كان له الفضل في أن يلتحق رفيق دربي وصديق السي محمد العربي السرغيني بجوق المعهد الموسيقي بقيادة شيخنا سيدي أحمد الزيتوني، عندما اقترحت على دون التحاق صديقي السي محمد العربي السرغيني أن يتلكأ في البداية يعني بحجة وجود كمل البشير اللغميش والعقل في المجموعة وعبد ربيه كأصوات، وطبعا بإلحاح من السي عبد السلام العمراني وخبزة الذي ألحى أن يكون هذا الشاب آنذاك، وأكدت الأيام أن محمد العربي السرغيني أصبح من الأصوات الجيدة وأبحر عالميا. لذلك الفضل كل فضل لهذا الرجل الطيب المتواضع الخلوق الودود الذي لا تسمع منه إلا كلمة الخير وكلمة نعم، استطاع أن يجمع بين مدينتين في قلبه وجوارحه الفنية ومرسته بين طنجة وتطوان، فالمادحون بمدينة تطوان وفي الشمال أجمع يشهدون له بعطاءاته وحضوره الدائم في منتدياتهم ومجالسهم ويحبون ويجلونه، لذلك كانوا حضورا يوم الجنازة وفي تأبينه يوم في اليوم الثالث. طبعا على مستوى موسيقى الآلة اشتغل بقدر ما اشتغل مع الشيخ الزيتوني ومحمد العربي المرابط، اشتغل أيضا مع الأمير الكرامي، مع التلتماني، مع المهدي شعشوع، مع كل وكل من يطرق بابه إلا ويجده. حظي بالتكريم مؤخرا من أصيل الجميلة الرائعة التي بدأت تنبت نباتا حسنا على مستوى المجال والسمع على مستوى موسيقى الآلة، فطبعا عطاءته سرة لا تعد ولا تحصى.
مطلوب له الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر الجميل ويلهمنا جميعا، لأن الفقد هو فقدنا جميعا لهذا الرجل الذي نحبه في الله.